I feel that the treasure is here and that we can get it and we're going to stay here until we do. عندما يتعلق الأمر بالعثور على الكنوز المخفية، فعادة ما يكون الجزء الصعب هو اكتشاف مكان الحفر. لكن في هذه الحالة فالكل يعرف بالضبط مكان وجود الكنز الدفين، لكن المشكلة هي أنه لا يمكن لأحد معرفة كيفية إخراجه من جوف الأرض، والمئات بل ربما الآلاف من الأشخاص حاولوا على مر السنين، بما في ذلك فرانكلين روزفلت وإيرول فلاين وجون واين، دون جدوى. وحتى اليوم يستمر الكنز في رفض الخروج من الأرض بعناد. فما سر الكنز المفقود في جزيرة البلوط؟ كيف تعاقب على التنقيب عنه آلاف الأشخاص دون فائدة؟ وما الحقائق التي تم الكشف عنها بعد مئات السنين؟ بدأت قصتنا منذ أكثر من 200 عام، سنة 1795، مع شاب يدعى دانيال أمسي جينيس. كان يجوب بقعة أرضية صغيرة تسمى جزيرة البلوط ووكسلاند قبالة ساحل نوفا سكويتا بكندا، بحثا عن مكان جيد لبناء مزرعة. لكن وجد رسما دائريا غريبا على الأرض، وهو الذي نشأ على قصص الكنز المدفون، ومن أشهرها حكاية قرصان سيء السمعة يعرف باسم القبطان كيت، الذي قيل أنه دفن مليوني جنيه من الغنائم على جزيرة تقع شرق بوستن، والمرجح أنها جزيرة البلوط. فاعتقد ماك جينيس أنه الوقت المناسب للذهاب لإحضار بعض المجارف، وفي اليوم التالي عاد برفقة اثنين من أصدقائه وبدأوا في حفر الأرض. وبعد حوالي 3 أمتار ضرب الرجال شيئا صلبا ظنوا أنه صندوق كنز، لكن ما عثروا عليه كان مجرد ألواح من خشب البلوط الصلب. استمر الرجال في الحفر لكنهم صادفوا مرة أخرى ألواح الخشب، ومرة ثالثة نفس الشيء. وبعد حفر 10 أمتار لم يكن هناك أي علامة على الكنز، وبدون أدوات متطورة أو قوى عاملة لحفر أعمق، تخلى ماك جينيس وصديقيه عن التنقيب فيما أصبح يعرف اليوم باسم حفرة المال. لكن سرعان ما شاع الخبر وبدأ عدد من صائدي الكنوز في التوافد على ساحل نوفا سكويتيا. The legends about the island are many. Some of the more famous ones are that the treasure will not be found until 7 people have died. As of today, there have been 6 killed in the search. ففي العام 1802 أتت مجموعة مكونة من 30 رجلا من مستوطنة قريبة تسمى أونسلو، مسلحين بالمجارف والمعاول، وبدأوا في الحفر حتى وصلوا إلى حوالي 27 متر. وتماما كما حدث مع أمسي جينيس، وجدت المجموعة ألواحا خشبية على بعد كل 3 أمتار، لكنهم وجدوا أيضا حجرا كبيرا نقشت عليه شفرة سيتم فكها في النهاية، ليكشف عن رسالة محيرة تقول 10 أقدام من إلى الأسفل دفنت مليوني جنيه استرليني. وعندما اعتقدت المجموعة أنهم على وشك العثور على كنز القبطان كيت، عادوا إلى حفرة المال ذات صباح ليجدوا أنها امتلأت ب18 مترا من الماء. والأكثر غرابة أنه لم تكن هناك أمطار أثناء الليل، ومع التكنولوجيا المتاحة في ذلك الوقت أصبح الحفر مستحيلا. لكن ذلك لم يردع الرجال عن العمل، وشرعوا في حفر عمود موازن بجوار حفرة المال، ثم الحفر بشكل أفقي في اتجاه الكنز. لكن غمرت المياه الحفرة الثانية أيضا، واضطرت المجموعة إلى الاستسلام والعودة أدراجهم. مرت حوالي 50 عاما تقريبا قبل أن تقوم شركة من بلدة ترورو بمحاولة جادة لاستخراج كنز القبطان كيد، وذلك في العام 1849، حين أعادت شركة تريرو حفر كلتا الحفرتين التي تم حفرها من قبل مجموعة أونسلو. ولكن مرة أخرى سرعان ما امتلأت الحفرتان بالمياه بالكامل، لكن هذه المرة لاحظ عمال شركة ترورو أن الماء في الحفرة كان مالحا بعض الشيء، كما بدأ أنه يرتفع وينخفض، ما يعني
أن حفرة المال التي كانت تقع على بعد 40 مترا من الساحل كانت تغمرها مياه البحر، ثم اكتشفت الشركة مدخلا إلى قناة ضيقة مخيفة تحت الأرض في اتجاه حفر المال، وكلما كان المد في أعلى مستوياته تمتلئ القناة بالمياه التي تغمر الحفرة كنوع من الفخاخ التي تعني الكنز. فكان من الواضح أن الحفر أصبح تحديا صعبا، لكن كان هناك وجه آخر لهذه العملة. فإذا القبطان كاد قد بذل كل تلك الجهود لمنع أي شخص من الوصول إلى قاع الحفرة، فلا بد من أنه دفن شيئا ذا قيمة لا يمكن تصورها. فعل العاملون في شركة ترورو كل ما في وسعهم للوصول إلى الكنز، ولكن في النهاية كان كل ذلك عبثا وسط الفيضانات والانهيارات الغير متوقعة. وفي النهاية اضطرت الشركة للتخلي عن المهمة للأبد، وبعدما يزيد عن 170 عاما توافد فيه عدد لا يحصى من صائدي الكنوز على شواطئ جزيرة البلوط مصممين على الوصول إلى الكنز في حفرة المال. ركز البعض جهودهم على تفادي الفخاخ، وحاولوا آخرون حفر ممرات في أماكن أخرى من الجزيرة. فقد 6 أشخاص على الأقل حياتهم في تلك العملية التي أثارت شائعات كثيرة حول ما أصبح يعرف بلعنة جزيرة البلوط. Well, one of the main legends is that there is a pack of dogs on the island with fiery eyes that roam the island to protect the treasure pit. Also, a crow that may be the embodiment of some other spirit. Supposedly, he watches over the money pit. بعدها بسنوات تحسنت التكنولوجيا عما كان عليه الحال حين قام دانيال ماكجينيس بالحفر. وبالوصول إلى العام 1909 أتت مجموعة من صيادي الكنوز يطلق عليهم اسم Old Gold Silver Group، يملكون معدات متطورة وغواصين إلى حفرة المال، لكن مثل أولئك الذين سبقوهم غادروا جزيرة البلوط خالي الوفاض، فيما كان من بين أعضاء المجموعة محام صاعد اسمه فرانكلين ديلانو روزفلت. Over the years there have been many famous people associated with the search on the island. In 1909 Franklin Roosevelt became involved with the search. He bought stock in a company called the Old Gold Salvage Company. He actually made 2 trips to the island. الذي وعلى الرغم من فشل المجموعة قيل أنه ظل مهتما بما يجري في الجزيرة، كما خطط لزيارتها في العام 1939، لكنه اضطر لإلغاء الزيارة عندما اندلعت الحرب العالمية الثانية. كان هناك عدد كبير من الرحلات الاستكشافية إلى جزيرة البلوط، أبرزها حين قدم الممثلين الأسطوريين إيرول فلاين وجون واين دعما ماليا لبعثات مختلفة. كما يشاع أن 2 من صائدي الكنوز الذين وصلوا إلى جزيرة البلوط في الثلاثينيات قد أمروا بإبلاغ النتائج التي توصلوا إليها مباشرة إلى ملك إنجلترا جورج السادس. وحاليا يقود البحث عن الكنز الإخوان ريك ومارتي لاجينا، اللذان يوثقان جهودهما في مسلسل تلفزيوني. ومن المسلم به أن الإخوان قد وجد الكثير من الأشياء المثيرة للاهتمام من العملات المعدنية القديمة والأدوات العسكرية البحرية وحتى بعض المجوهرات، لكنهم حتى الآن فشلوا في الوصول إلى كنز القبطان كد. ثم بدأ الأمر يصبح محرجا بعض الشيء، ومع مرور السنين بدون العثور على الكنز أصبح من الصعب تجاهل سؤال مزعج، وهو ماذا لو لم يكن هناك أي كنز في جزيرة البلوط؟ في الواقع ومع الأخذ في الاعتبار عدد الأشخاص الذين خسروا وقتهم وأموالهم في البحث عن كنز القبطان كد، فإن القصة بأكملها في الأساس ليست أكثر من مجرد أسطورة. ودانيال ماكجينيس الذي من المفترض أنه عثر على حفرة المال في حوالي العام 1995، في الحقيقة هي أن أول حساب موثق لتلك الأحداث لم يظهر حتى العام 1857، كما لا يوجد دليل بخلاف القصص الشفوية على أن القبطان كاد قد دفن أي كنز في جزيرة البلوط. ثم في العام 1995 أجرت مؤسسة وود هول أوكانوغرافيك أنستيتويشن مسحا علميا لمدة 2 أسبوع لجزيرة البلوط في محاولة لإلقاء بعض الضوء على وجود أي كنز مدفون من عدمه، وما وجدوه لم يكن
مشجعا، فليس فقط لم يكن هناك أي دليل على أي كنز، فقد خلص الفريق أيضا إلى أن الفيضان الشهير لحفرة المال لم يكن ناتجا عن فخ عمره 200 عام، ولكن عن طريق العمليات الطبيعية المتعلقة بالجيولوجيا في الجزيرة. لكن ماذا عن ألواح خشب البلوط والحجر الذي نقشت عليه الشفرة التي تم العثور عليها في حفرة المال؟ وماذا عن جمع الأشياء الأخرى التي ظهرت خلال المسلسل التلفزيوني؟ المشكلة تكمن في أن معظم هذه الأدلة الرئيسية باستثناء الأشياء الأخيرة قد اختفت منذ 100 عام على الأقل. قد تبدو وكأنها نهاية مخيبة للأمال لهذه الحكاية الغريبة، لكن وجود أشياء مثيرة للاهتمام في القصة يجعلنا بالتأكيد نعيد التفكير. فإذا لم يكن هناك أي كنز مدفون في جزيرة البلوط، فلما قد يبدي الآلاف من الناس بما في ذلك الثاني على الأقل من عظماء هوليود ورئيس سابق للولايات المتحدة الأمريكية اهتماما خاصا بالكنز؟ ولما قد يخصص هؤلاء قدرا كبيرا من المال والوقت لحفر ثقوب في الوحل في جزيرة نائية دون وجود سبب على الإطلاق؟ وإذا كان هذا هو الحال، فإن لغز جزيرة البلوط ليس أطول عملية بحث عن الكنز في العالم، بل أعظم نقطة عملية في التاريخ. فهل في رأيكم مشاهدين يوجد بالفعل كنز دفن في حفرة المال؟ شاركونا آراءكم واقتراحاتكم عبر التعليقات أسفل هذا الفيديو. أصدقاء قناة وقائع، لا تنسوا الإعجاب والاشتراك لتشجيعنا على نشر المزيد من هذا المحتوى. هذه فيديوهات أخرى قد تعجبك. موعدنا غداً.